اللاعب علاء عبد الزهرة أفضل لاعب في المباراة وصاحب هدف الخور. علاء، قدمت أداء جيد في الشوط الأول، ولكن في الشوط الثاني نوعا ما يعني رجع أداءكم، شو السبب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية الحمد لله وشكر على النقطة اللي أخذناها. قدمنا مستوى طيب هذه المباراة، كان طموحنا أنه نحقق 3 نقاط، بس هي كرة القدم يعني تعادل فوز خسارة. قدمنا بالشوط الأول كان مستوانا أحسن، بس الشوط الثاني أعتقد أنه الجو أنه أثر علينا، أنه الهواء الكرات شوية تصير صعبة على اللاعبين، بس الحمد لله وشكر على كل حال. الحمد لله. غياب اليوم سيد عدنان أثر عليكم؟ طبعا سيد عدنان لاعب مهم بالفريق، بس اللاعبين البدلاء انه البديل مكانه انه قدم مستوى طيب الحمد لله والشكر، واللاعبين كلهم جاهزين في تقديم مباريات ان شاء الله، وطموحنا ان شاء الله انه ندخل في المربع الذهبي ان شاء الله.